من جهته أكد نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو أن فريقه يستحق الفوز بالنظر للمردود الذي قدمه اللاعبون، مشيرا إلى أن المهمة لم تكن سهلة أمام النادي البافاري. في الحقيقة أنا سعيد جدا، الفريق رد الفعل بشكل جيد، ليس من السهل أن تلعب هنا أمام هذا الفريق الرائع وهو بايرن ميونخ. وبعد خسارتنا 1-0 في الشوط الأول كان لدينا أحاسيس جيدة، وعدنا مرة أخرى في الشوط الثاني وسجلنا مبكرا، وأعتقد المباراة كانت أسهل بعد ذلك. أعتقد أن الفوز كان مستحقا والفريق أدى بشكل جيد.